نساء خرجن في الحراك الشعبي للبحث عن بصيص أمل قد يرجع لهن فلذات أكبادهن. شباب في مقتبل العمر ركبوا قوارب الموت، ولحد الساعة لم يصلهن خبر يطفئ نارا مشتعلة في صدورهن. خيين ولبيتين نجيبوهم الله لخطر دولة قتل عين قتلنا نديرو وش كاين اللي علينا اللي بصحنا ما نشوفو والو صافي خمس شهور ما ناكلو ما نشربو ما نلقدو نخمو غير على ولاد المساكن ما لا ما نش خيين ولبيتين يجيبوهم الله وخلاصو في ثمانية حنا تاع رئيس حميدو تبكو في 13 ثلاثة سلكو زوج ماتوا ثمانية ما بانوش كاين دي غيمور كاين هكذا يقولوا بلا في تونس محبوسين حنا يا خويا عندنا الامل عندنا الاسبوار قالهم حيين يجيبوهم لنا ولهم ميتين يجيبوهم لنا. زرنا الامهات في بيت صديقتهن فايزه، هي ايضا فقدت ابنها وعثر عليه ميتا في سواحل ايطاليا. اما بقيه الشباب الذين كانوا برفقته لم يظهر عليهم خبر لحد الساعه ما زاد من معاناه اهلهم. ها دوكا فوزافي في 5 فوندرودي دو مارش راهي الدوله دوكا تقول لكم نروحوا للحوار وفيها امل روح للحوار كي ندير حوار ونتناقش وكيلبيو رغبات الشبان فوالا ماشي في نهار ماشي في نهار نسيروا كلش ديروا حوار وشوفوا للامان للامام يفو فوار لوان لوريزون يفو فوار فير لوريزون ما تقعدش تقول لا انا ما خدمتش هنا وانا ما عطاونيش وانا ما داروليش دير انت كون نفسك وبرهن للدوله واش تسوى. بيتين في حاله بيتين السنة غير وقت النهار يطلع نهار زوج ثلاثه من بعد خلاص بعد خلاص ما كان والو خويا يقول لي خلاص ما تزيدش تحوسي عليه فلوكا طاح تقلبت بعد بداو دي زيستواغ حكايات من يدو فينا ويجيبو بلا حكايات من هذاك النهار حياتي قاع تقلبت انا حبست كلش قعدت في الدار مازدتش خرجت من الدار. وهاد الشباب تاع دوك انا نقول لهم بالك وتزيدو تحرقو مهما كانت المعيشة قعد قدام ماليك ها لاخاطر نتوما حرقتو حنا حرقتونا موراكم ما نكذبش عليك تشوف واش تعذبنا واش سفرينا ما نكذبش عليك كي يكتب لك ربي الرزق تاكلوه هنا ولا لهيه. انا نقول لهم يا اولادي ريحوا ما عندكم ما ديروا ريحوا ربي يفرج علينا ان شاء الله تسقم بلادنا ما تحرقوا ما والو ان شاء الله ربي يفرحهم ولادهم رانا محروقين مشويين يخلوا مواليهم محروقين يا وليدي هذا ما نجم نقول ما نقدر نقول والو انا راني محروقه مشوي هذا ما كان جو بو ريان دير مون فيس سي تو. لا إحصاءات رسمية ولو تقريبية عن عدد الشباب الحراقة، ولكن من المؤكد أن عددهم يسجل ارتفاعا سنة تلو الأخرى. أين أخو ما كان لا خدمة لا والو أخو تلقاهم كل يوم قاعدين ما عندهم ما يداري أين تلقاه ينفيق يقيس ما يخلص الحرقة ديالو ويروح يقول لك على برا بالكش ما يدير ولا بالكش ما يرزقوا ربي أنا غلقوا عليهم كامل البيب أناك تشوفها ما خلاو لهم والو يا أخو. سي بيان سي خويا العز انا دوك يوفروا لي ساكن يوفر لي خدمه يا خيرتك يا ربي ما نزيدش نحوس خويا العز علاش نحوس نحرق من بعد نحوس نروح لها حواس بالك توريست ولا وفر لي الخدمه خويا العزيز الصالار يكون مليح ما نحوش كاع الحرقه خويا العزيز. في رحله البحث عن الموت التي يخوضها هؤلاء الشباب تعاني عائلاتهم الويلات فهم بين لوعه الفراق وحنين اللقاء ومراره انتظار اي خبر من فلذات اكبادهم.